طبعا برحب بكابتن اسلام الشاطر، وبرحب بالصخره بتاعتنا سعد سمير. طبعا من الناس العشره، صاحبي من زمان من ايام منتخب الشباب، من ايام الناشئين كنا مع بعض. طبعا يعني قلبه الابيض وشخصيته المرحه، طبعا حاجه كويسه جدا يبقى ليك صاحب جدع. سعد سمير من الشخصيات ديت، صاحب جدع، صاحبه بره الملعب وجوه الملعب، بيساعدك انك توصل لاحسن حاجه عندك. يعني سعد طبعا من الناس القدام ومن كباتن الفرقه، طبعا لعيب كبير، وهو يعني هو السن ما بينه وما بينه هو اكبر مني بسنتين بس، لكن كرجال احنا اخوات، والكلام كله يعني ان احنا بنساعد بعض، وان احنا دايما نبقى في ظهر بعض، ودايما تبقى روحنا عاليه في الملعب بس. لكن احنا لما بنيجي نتكلم في مصلحه الفريق بنتكلم كاننا اخوات، يعني ان احنا نساعد بعض. يعني طب ايه بقى اللي ممكن تبص له كده في الكاميرا وتقول له ايه حاجه كده يا سيم، هو يشرحه للناس سيم بينك وبينه؟ ارحمني شويه، ارحمني.